هل يجوز للمصلي أن يصلي عند سماع الأذان أم ينتظر بعد الأذان قليلا؟ جزاكم الله خيرا. الذي لا يلزمه حضور الجماعة من النساء والمعذورين له أن يصلي عند سماع الأذان وله أن يؤخر، لأن الوقت واسع ولله الحمد، فله أن يبادر وهذا أحسن، وله أن يؤخر وهذا جائز له. أما إذا كان يرتبط بجماعة فإنه يجب عليه أن يذهب إلى المسجد ويصلي مع الجماعة، ولا يجوز له أن يصلي منفردا. جزاكم الله خيرا.